شوف شوف واش داخل ادخل عبد شبيه كبير على الوسط على المتبع والمشاهدين جريدة عبر مباشرة من الدار البيضاء مسيرة حاشدة واحتجاجات للتنسيق الوطني لقطاع التعليم من أمام محكمة استئناف بالدار البيضاء. كيف ما تشوفوا معنا عدد كبير ديال شغيل التعليم اليوم تحتج على النظام الأساسي من أمام محكمة استئناف. كيف ما تشوفوا معنا استنفار أمني كبير أمام المحكمة. شغيل التعليم كاين واحد العدد الكبير اللي تحتج على النظام الأساسي. كيف ما تشوفوا معنا شغيل التعليم اليوم مستمرة الحوار اللي كان مع بن موسى ورغم الاجراءات اللي خرجوا منها ولكن باقيين في الاضرابات ديالهم. وهذه الرساله اليوم كيوجهوها من امام محكمه كومانه بمدينه الدار البيضاء كيطالبوا بحل عادل وشمولي من قالب كافه. شكون غيدوي في اللجنه؟ ما كنت شيء لا 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 ما شوف اخو السلام عليكم. شويه حتى نسالي واحد. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. دخل واحد رشيد شوف لنا التصريح ديالو باش نبقاو نصوروا في المسيره صح. لا باش نشدوا المسيرة اجي قدامه بلا باش نشدوا الحوار مع شمسيح. راه مشدود مشدود القرارات اللي خرج بها هذا المساف شي حدا الشاد ديالك سالو شنو سمعنا شنو شنو السؤال كاين؟ بالنسبه لنا هذا الحوار اللي كان بين حوار مع بين رئاسه الحكومه مع النقابات التعليميه اكثر التمشيهيه اللي خرجوا منها اصلا نقابه وحده خرجت من الحوار. هذا في حقيقه حوار ليس حوارا جادا وليس حوارا مسؤولا لعده اعتبارات. من الناحيه الشكليه اولا لم يتم استدعاء المعنيين بالامر اللي هما الان كنشوفوهم باقيين اليوم في اضرابات وباقيين في مسيرات وباقيين في وقفات. واحد التجميل الى سمحتي لي نكمل السؤال. غير مقبول هذا الحوار لعده اسباب. اولا نسمينه لا شك في ذلك اننا كنتمنوا هذا الحوار وكندعو انه يكون اكثر جديه. حوار باش يكون جدي خصنا نستدعيو الاطراف. حنا مازال الى اليوم في الاسبوع السادس او السابع مازال كنوقفوا في اضرابات. غير جدي المساله الثانيه انه لم يتم استدعاء النقابات التي تم يعني عدم استدعاء الحوار كالاف ان او مثلا كذلك التنسيقيات لم يتم استدعاءها الى اليوم ولم يتم الاستماع اليها في حد يعني التواصل مع النقابات اللي هو كان يعني بشكل يعني بشكل شخصي. مسألة ثانية مسألة الاقتطاعات اللي كتبين أن هذا الحوار غير جاد. كنشوفوا رئيس حكومة كيقول للناس ديروا النية ودخلوا وفي نفس الشهر كنلقاو بأن الأساتذة تم اقتطاع ديالهم الأجرة ديالهم ما يصل إلى 5000 درهم شهريا وهذا مسألة يعني غريبة جدا. كيفاش نقولوا الناس ديروا النية وحنا بالمقابل ندمر لهم الاقتطاعات وكنجيو في الآخر نقولوا كنتأسفوا أنه داز غير باش يعرفوا الناس والرأي العام أن الاقتطاعات راه ديال شهر 10 وديال شهر 11 يعني هذه المرحلة كاملة اللي داز راه كانت فيها الاقتطاعات. بمعنى أش من حوار في ظل هذه الأجواء المشحونة. مسألة ثالثة هي أن هذا الحوار باش خرج خرج بأمور لم تستجب لتطلعات رجال النساء التعليم. المسألة الأولى اللي هي الزيادة المتوقعة في الأجور إلى حدود اليوم ما كاين حتى شي حاجة.
مسألة ثالثة ثانية اللي هي تجميد نظام أساسي، ما كاينش شي حاجة في القانون سميتها تجميد، واش هذا يعني كانت شي حاجة سخونة ندخلوها نجمدوها ونخرجوها من الثلاجة ونعطيوها الناس؟ والدليل عمليا هو أنه هذا النظام الأساسي استندوا عليه مجموعة من المدراء الإقليميين باش أنهم طبقوا عقوبات ديال التوقيف على العمل في حق مجموعة من الأساسي تاع عبر ربوع المملكة. ثاني جاربي العمل، الله يجزيك بخير، جاربي العمل. فبالتالي لا يمكن ان نقول بانه تم تجميده ما كاينش في القانون، كاين اما السحب اما الالغاء. حنا راه اساسي دا ماشي غادي يدوخونا بهذاك الكلام، حنا للاسف بغينا يكون حوار، حنا بغينا نشرحوا لنا شنو هي التجميد، واش هي نديروا النيه زياده لضيف النيه، هذا ولا واحد المصطلح. النيه مشات شحال هذه، الله يحفظك، مشات في قطر. حنا شوف عندنا كنتكلموا بمساله جديه، هاد وراء ابناء الشعب راه كيضيعوا، راه الاساسي ذا كيضيعوا حتى هما، لانه علاش؟ راه وليداتنا هذوك، راه وليداتنا ماشي وليداتنا يعني الطينيين، راه وليداتنا كنقروا في قسم راهم ولادنا. كيفاش نقولوا حنا راه نديروا النيه وبالمقابل نقطعوا الاساسيده ما يوازيش 5000 درهم، هذا غير مقبول بتاتا. فبالتالي فينا يحس النيه من طرف رئاسه الحكومه؟ مسألة ديال التراجع كذلك على هذا النظام الأساسي خاص تكون جوج ديال المصطلحات، وما غتكلف حتى شي حاجة. ممكن في ساعة الحكومة كما سرعت خرجت هذاك النظام الأساسي، تخرج لنا واحد بسرعة لنفس السرعة اللي ربما تعطلت دابا 6 أسابيع ولا 7، تخرج لنا السحب أو الإلغاء ديالو. هذاك أنا ذاك نجلسوا يعني على هدوء ماشي على صفيح ساخن. دابا الحكومة راه الله يحسن عوانا كما كان الحل هي للنقابات، راه جالسين على صفيح ساخن، راه ما كاينش تناقش يعني النظام الاساسي اللي غادي يرهن المغرب 20 عام القدام في ظل الاجواء المتوتره اللي ما كتستجبش للتطلعات اللي جاو مساتين مع ربوع المملكه. خسرنا اليوم في اطار التنسيق الثلاثي اللي كيبين التنسيق القطاعي والتنسيقيه الموحده والتنسيقيه الوطنيه الاساسيه الثانويه التاهيلي لاعتباره الرمزي، لان اليوم المفروض كاينه محاكمه ديال الاساتذه 13 استاذ و14، اليوم كاينه المحاكمه ديالهم. شنو هي التهمه ديالهم؟ التهمه ديالهم تحريض على الاضراب. إذا كانت هذه تهمة لا خصنا نحاكموا بها جميع النقابات وجميع التنسيقيات ماشي 12 أستاذ. طبيعة الحال لأن هذه جميع النقابات هذا هو الدور ديالها والتنسيقيات، أننا ملي كنسدوا باب الحوار أمام هاد الناس راه كيبقى لنا الإضراب، وهذا الشيء راه تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. اليوم غدا أو بعد غدا غتكون ربما لقاء مع رئيس الحكومة، نتمناو بصراحة نتمناو بأن رجال التعليم غدا يسمعوا خبر مفرح ويرجعوا يدخلوا الأقسام ديالهم ونطلعوا هذه الصفحة هذه إلى ما رجعت. أنا الحلول واضحة. كاين الاتفاق اللي اتفقت لرئاسة الحكومة، لأن هي وقعت على الاتفاق اللي كان مع النقابات في يناير 2022 وفي يناير 2023 غير تفاعل. دابا راه للأسف وين كنتفقوا وما كنفعلوش، فبالتالي حتى هذا الحوار ديال غدا ولا البارح ولا كذا ما كاين حتى شي حاجه منه. علاش؟ لان ما كاينش التزام حكومي به، كنطالبوا باش ان يكون التزام حكومي. حاليا حنا دابا كاين اتفاق رسمي للاسف، كاين اتفاق موقع ماشي غير كلام قالوا رئيس الحكومه، كاين اتفاق موقع وما تفعلش. 6 ملفات في اويه ولا ملف منها تحل. زيادة في الأجور وما كاينش حديث عليها، توقف الاقتطاعات ما كاينش حديث عليه، سحب النظام والإلغاء ديالو ما كاينش حديث عليه. فبالتالي عن أي حوار نتمنى غدا إن شاء الله، وحنا منفتحين أمام جميع المبادرات، تلقينا الدواء مرحبا نحضروا، حتى أنا ما تلقيناش راه كاينه النقابات وكاين المطالب ديالنا كلشي ولا كيعرفها. نتمنى أن يكون غدا إن شاء الله حل. رسالتنا في حقيقة بالموسى تجاوز الأمر بصراحة، نتمنى وتكون مازال واحد الله يحسن عوانه بصراحة، ولكن نتمنى أنه يكون هذه فرصة، مازال عندهم فرصة أنهم يتراجعوا وما يسجلش لهم التاريخ أنهم داروا فيه واحد الصفحة سوداء في تاريخ التعليم بالمغرب. نتمنى أنه تكون تجمع النوايا الحسنة صراحة وصدقا وتوحد مع ما هو عملي، ونقول بأننا فعلا أن التعليم بغينا نخدموه وبغينا نزيدوا به القدام وبغينا أبناء الشعب يقراوا ونعطوا حلول العملية. راه حتى حد ما كيمشي مغاربه ولا كيفهموا شنو هو الشعار وشنو هو الواقع، ما بقاش حد يقدر يكذب عليهم. والحمد لله هذه وسائل الاعلام راه ولات كتنشر لينا، من خلالكم نشكرهم من جديد، ولات كتنشر الحقيقه حيث ما كانت. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. اذا تحيه وشكرا لكم على التغطيه الاعلاميه. بالنسبه لهذه الوقفه امام محكمه الاستئناف كتجي في اطار اصرار رجال ونساء التعليم بالمغرب على رفض القاطع للنظام الاساسي،
وعلى أن ما سمي في إطار الحوار الأخير بالنقابات التعليمية وبالحكومة تجميد هو أمر مرفوض تماما. مرفوض لأن التجميد أصلا ككلمة غير موجودة في القانون. التجميد هو توقيف مؤقت، والشغلة التعليمية لا تريد توقيفا مؤقتا للنظام، إنما تريد إلغاءه بمرسوم آخر يتضمن المطالب التي طرحتها الشغلة التعليمية تماما. وبالتالي خاص إلغاء الاقتطاعات أصلا غير قانونية، لأن الإضراب هو حق يكفله الدستور المغربي، وبالتالي حينما تتطاول على حق دستوري فهذا يسمى سارقة ولا يسمى اقتطاع، وبالتالي يغلفونه بتغيب غير مبرر على العمل. والشغيلة التعليمية لا تتغيب، الشغيلة التعليمية هي التي تضحي دائما من أجل التلميذ المغربي، وبالتالي هذا سارقة من أجور رجال ونساء التعليم. واليوم نحن في هذا الوقفة الاحتجاجية أولا نساند الأساتذة الذين يتابعون قضائيا بتهم واهية، منها عرقلة السير وكذا، في الوقت اللي كانوا هما يدافعون على إسقاط مرسوم التعاقد المشؤوم. وبالتالي فاحنا مستمرين في أشكالنا النضالية حتى إتلغى النظام الأساسي، حتى تم الاستجابة للمطالب ديال رجال ونساء التعليم، منها الزيادة في الأجور بما يتلائم مع باقي موظفي القطاع العام، ومنها كرامة المدرسة العمومية. وبالتالي هذه كلها مطالب مشروعة وغادي تستمر حتى نحققها بإذن الله. أكيد تلاميذ ضحية اليوم، تلاميذ ضحية ديال تعسف حكومي الذي لا يراعي مصلحة التلميذ المغربي. الأساتذة عبروا منذ البداية أننا مستعدون للعودة للأقسام ولتعويض كل ما فات التلامذ، ولكن بشرط الاستجابة للمطالب. واش مطالبنا مطالب خارقة؟ علاش كاع القطاعات الأخرى كتقاد لهم الأمور ديالهم، كتقاد لهم الأنظمة الأساسية ديالهم، حتى كنوصلوا لقطاع التعليم وكنوحلوا؟ راه مشكلة هذه، كنوصلوا لقطاع التعليم وكنوحلوا فيه وكأنه قطاع غير منتج، ولكنه قطاع هامشي في البلاد، مع أن العالم كله اللي تقدم واللي تطور اعتمد على التعليم كقاطرة أساسية للتنمية. إذن احنا غادي نعوضوا التلامذ، ولكن كما كنقولوا شرط أن الحكومة تستعمل العقل والحكمة والرزانة وتستجب للمطالب اللي هي كما كنقولوا مطالب مشروعة، مطالب مشروعة، وبالتالي تنهي هذه الأزمة اللي خلقتها في هذا القطاع. شكرا جزيلا. شكرا لك. عبد الله.
المضمون ديال هذه الوقفه اليوم؟ الوقفه ديال اليوم جاءت بعد الحوار ديال الوقفه ديال اليوم جاءت بعد الحوار ديال النقابات مع رئيس الحكومه اللي بالنسبه لنا الحوار لم يسفر عن شيء سوى الناس كتكلم على تجميد النظام الاساسي. حنا في النضالات ديالنا منذ البدايه كنقولوا على انه يجب سحب النظام الاساسي الذي سيجهز على المدرسه العموميه وبالتالي الوظيفه العموميه، وسيجهز على ابناء الشعب المغربي اللي غادي يوليو باش انهم يدخلوا المدرسه العموميه، فبطبيعه الحال خاصهم يؤديوا باش يدخلوا المدرسه العموميه. لهذا حنا كمناضلين كاساتذه واستاذات نناضل من اجل سحب هذا النظام الاساسي المشحف في حقنا، والذي عبر من خلال مواده عن مجموعه من المواد التي تحيلنا مباشره الى القطاع الخاص، وهي بالنسبة لنا النظام الأساسي السابق لم يكن يتوفر على عقوبات، كنا تابعين إلى 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 عقوبات النظام الوظيفة العمومية، وبالتالي النظام الأساسي الحالي يتوفر على عقوبات، وهذا إنما يدل على أننا أصبحنا غير محددة. هناك مواد تقول على أن بالنسبة لنا كأساتذة وأستاذات كان من بين مهامنا وهي التدريس والامتحانات. فهذا النظام الأساسي جاء بمهام غير محددة، مهام غير واضحة، مهام تجاوزت التدريس والامتحانات.